نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. مساء الخير يا كابتن. تحياتي ليك يا كابتن نايم، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. اهلا بيك كابتن. اهلا الله يخليك. كابتن ايمن، كنا اتكلمنا على طاقم التحكيم مع كابتن شريف قبل المباراه، وقلنا احنا لينا الاداء التحكيمي في هذه المباراه، نحلل الاداء التحكيمي لطاقم التحكيم كله. بشكل عام يا كابتن ايمن، انا شايف من وجهه نظري ان التحكيم النهارده مشي بشكل كويس، مفيش اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه، يعني كان كمان تدخل الفار في لعبه كانت مهمه جدا جدا، هي موجوده معانا، كان تدخل صحيح، وانا قلت ان الفار لما بيكون موجود ويكون حد على الفار كويس اكيد لو حتى في مخالفه الفار بيرجع لها تاني. خلينا نروح للحالات يا كابتن شريف، وانا بس عندي ملحوظه، احنا بنلعب يا بلال مباراه وبطوله كبيره. نشوف بس، انا معايا حاله بس في الاول، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه، لما تبقى الكور مش موجوده واللعبه توقف مش لاقيين كوره نلعب بيها. مشكله طبعا. لا دي مشكله، يعني انا واقف هنا بس، انا هنا دي مباراه كبيره يا جماعه، انا بس بدي ملحوظه للمسؤولين، وهنا ايضا كان الحكم له دور مع لجنه المسابقات او مع مراقب لجنه المسابقات، النهارده ما ينفعش يبقى اللعب متوقف واحنا بندور على الكور ومفيش كره تتلعب، دي مباراه كبيره، دي بس دي ملحوظه جدا مهمه جدا جدا، شوف الكره نازله من هنا وفي كره نازله من هنا ومفيش تنسيق يا كابتن بلال، دي كانت نقطه مهمه انا حبيت اجيبها في البدايه، ان دي مباراه كبيره ما احناش بنلعب مباراه. دي هتحملها مين يا كابتن؟ زي ما قلت انا هنا النهارده، انا كحكم، حكم الرابع، مراقب المسابقات، ده مهم جدا، هم دول مسؤولين عن اداره المباراه. والنادي اللي بينظم هو اللي بيجيب الولاد اللي بالزبط هم بالظبط. انا شايف النهارده ان مفيش كور موجوده في الملعب، وهنا كان يجب على الحكم توقف ويجيب الحكم الرابع، دي اجراءات لابد ان احنا ناخدها، دي حاجه حصلت لابد ان احنا نجيبها في البدايه يا كابتن بلال، بس ندي ملحوظه للي جاي. يلا خلينا نروح للحالات بقى المهمه اللي جايه يا كابتن شريف، ونشوف اول حاله معانا هنا، حاله مهمه جدا جدا جدا. شوف هنا ونشوف هنا تردد سنه من الحكم. عادي خليك معايا. هنا لو تلاحظ ابراهيم هنا تردد سنه، هل هو خد القرار من الحكم المساعد؟ هل هو هنا خد القرار من الحكم المساعد؟ بصله على طول يا كابتن. انا جايب اللقطه عشان بس ايه نشوف معانا بعض اللعبه يا بلال. هل هنا القرار جه من المساعد؟ هو هنا تفاصيل اللعبه صعبه جدا جدا على الحكم. هنا سامي هلهل وهنا الجزيري راح دخل، وهنا كان توقيت متميز فيه رامي ربيعه. شوف هنا بسن الحذاء يا كابتن شريف. تاني كده نشوف مين اللي لعب الكره، كابتن ايمن. هنا رامي ربيعه اللي لعب الكره بلال ونجح في لعب الكره، وبالتالي هنا ده دور الفار يا كابتن، ده دور الفار لما يكون موجود. هو هنا ابراهيم احتسب ركله جزاء. ونشوف هنا التردد، ولكن هنا محمد عادل هنا انا بشوف ان هو انقذ الحكم في حاله من الحالات المهمه جدا، هنا رامي بينجح في لعب الكره وبالتالي هنا فيش مخالفه، كان قرار الفار كان قرار صحيح بالتدخل يا بلال، وانا قلت لما يكون حكم فار شاطر ما تقلقش من المباراه في هذه الحاله. قول لي يا كابتن عادل. صح. طيب نروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه، نشوف هنا اللعبه، تخيل ان الكل هنا هنا تسلل. تخيل ان الكل هنا قال تسلل. وهنا ابراهيم استوب بس، هقف 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 تاني، ارجع تاني كده، هرجع بس لحظه اللعب الكره، لو في امكانيه اجيب اللعبه من الاول خالص عشان نقول النهارده ان هاني عبد الفتاح كان متميز. شوف هنا ابراهيم نور الدين، هنا نمشي كمان، بص هنا استوب، هنا ابراهيم نور الدين يا كابتن عادل بيعمل ايه؟ بيقول مفيش مخالفه. بيقول مفيش مخالفه. احنا قلنا لما يكون المكان الحكم جيد شوف تفاصيل اللعبه. خلي بالك لو في مخالفه هنا كان بيبقى فيها بطاقه. ولكن نروح للعبه هنا، شوف رامي ربيعه، كابتن شريف، كابتن شريف خليك معايا، شايف معاك. نرجع بقى نشوف اللعبه، هو قال هنا مفيش مخالفه، القرار تميز للحكم المساعد رقم 2، تميز للحكم ابراهيم نور الدين. شوف هنا الاذاعه ده، هنا هنشوف ان نفس الحاله رامي ربيعه بينجح في لعب الكره، ونشوف هنا بس ستوب، هنا مفيش تسلل يا كابتن، استمر بلعبه واللعب ماشي. نشوف بقى المخالفه، هل في مخالفه من رامي؟ لا لا خالص. اسامه انا بقول لك هي خد، ما احنا يعني احنا بنوري الناس، بنوري للمشاهدين يا كابتن اسامه، شكينا بس لما تعادل باينه جدا هنا. ان رامي هنا رامي يعني الكره دي لو فيها مخالفه يا كابتن، فيها برافو عليك، برافو عليك، هي خارج منطقه الجزاء يا كابتن شريف، لو فيها مخالفه، لو فيها مخالفه بطاقه حمراء. ما عشان كده بقول التوقيت دخول هنا، بص شوف هنا رامي 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 رامي، بس بس توقيت صعب جدا،
لولا ان هو حط رجله هنا بالشكل ده كابتن يستمر اللعب. كان قرار ابراهيم صحيح، لو كان في مخالفه كان الفار استدعى الحكم كابتن الشريف زي ما حضرتك قلت، لان زي احنا قلنا ايه، بنقول فرصه او هجمه يعني فرصه محققه، وبالتالي هنا كان قرار الحكم كان صحيح فيه، مفيش مخالفه، نجح رامي لعب في لعب الكره، وبالتالي الفار عمل كونفيرم على القرار. الحلقه بعد كده حلقه ايضا من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف هنا نشوف هو هنا هرجع تاني هنا برضك يمكن انا بشيد بابراهيم في هذه الحاله كابتن ايمن. شوف هنا، هنا في مخالفه تمت ضد اللاعب الاهلي، ثم اتنقلت الكره هنا من قفشه، عمل ايه يا كابتن؟ خلى اللعبه تواصل. شوف هنا يا كابتن شريف، شوف هنا هو خلى ما وقفش، خلى اللعبه، كان عنده رؤيه مستقبليه للحاله، وبالتالي خلى اللعبه تواصل. وهنا كان قرار جيد من الحكم، ما وقفش اللعبه كابتن عادل، رجع ادى انذار، وهنا ما اداش انذار، ولكن انا بتكلم في اتاحه الفرصه اللي هي في وقتها، يعني انا بقول ان انا جعت فرصه جيده، هو مشى اللعب فيها في الحاله ديت، وهو كان ممكن هنا زي ما قلت كابتن عادل هنا بعد انتهاء الهجمه كان ممكن يرجع للانذار نتيجه التعافر. هي اخطاء بس بسيطه ما اثرتش في نتيجه المباراه. الحاله اللي بعد كده ونشوف هنا تحرك ابراهيم، هو قريب وقريب جدا جدا جدا، ولم يتردد في اشهار البطاقه الصفراء. شوف هنا فوت اون فوت خلاص، يعني احنا هنا هذه الحاله كابتن اسامه بنتكلم فيها انذار، فيش فيها كلام، وهنا كان انذار مستحق في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده حاله هنا بنشوف حاله مهمه جدا جدا، ونشوف هنا هل في مخالفه على حدود منطقه الجزاء. انا هنا شايف ان هنا في مخالفه، في مخالفه. انا كلاعب بحجز على الكوره كابتن ايمن، خلاص انا حجزت وحطيت وثبت نفسي، نقف نقف، دي مهمه جدا، مهم جدا. انا كمان لاعب انا ما اندفعش واروح للاعب، المهم ان انا ايه، طالما انا وقفت على كورتي انا خلي بالي بقى، لان هنا خطا على حدود منطقه الجزاء. طبعا هنا كان المخالفه واضحه وهنا الخطا موجود. شوف هنا هو وقف على كورته وحجز على كورته، ده من حقه، وهنا المخالفه موجوده وقرار صحيح من الحكم في هذه الحاله. الحاله اللي جايه بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، هاني عبد الفتاح تاني بنقول والهدف. شوف هل في تسلل؟ هل مفيش؟ لحظة اللمس ونقف بس بس. هنا هنشوف هنا في قدم من لاعب النادي الأهلي هنا، الشمال طبعا مغطية، وبالتالي هنا لا يوجد تسلل، وهنا اللاعب مغطي الحالة، وتميز لهاني عبد الفتاح الحكم مساعد باستمرار اللعب، وهدف هدف صحيح مفيش فيه أي شبهة تسلل. الحالة اللي بعد كده هنا حالة من الحالات مهمة جدا جدا، واحنا بنتكلم قناة الأهلي وبنقول دايما دايما احنا فير يا كابتن ايمن، طيب. ولو في اي حاجه عندنا بنقولها، ليه؟ لان دايما هنا المصداقيه موجوده. السؤال هنا، والبعض يعتقد ان هنا في مخالفه من لاعب نادي الزمالك، نشوف هنا هذه الحاله، خلاص هنا وسام بيطلع، وهنا الجزيري، نشوف من اللقطه ديت هتبين لنا هنا. طب السؤال هنا بعد اذنك كابتن ناصر، اتفضل. ماشي، هي ضربه من مصداق خلفيه من سيف الجزيري، تمام. لو كان عمر كمال حط وشه بس، انت جبت المفتاح. تفرق هنا كي في كي هنا انت جبته كابتن. انا بسال سؤال هنا، المسافه ما بين قدم اللاعب كابتن اسامه الجزيري والراس بعيده، وانا هنا كلاعب نجحت في لعب الكره، يعني هجيب لي زاويه ثانيه، يمكن الزاويه دي مش مبينه، هات لي الزاويه اللي جايه بعد كده ونشوف. لان مثل هذه الالعاب كابتن ايمن، لو انا طالع ودماغي رايحه والرجل في وشي، دي مفيش فيها كلام، خلاص اكل حره غير مباشره. ولكن خلينا نمشي بالله، نمشي، هات لي الحاله من الزاويه الثانيه، خلاص نمشي ونشوف الحاله الثانيه من زاويه ثانيه، من زاويه ثانيه، شوف الزاويه اللي جايه دي يا كابتن ايمن، ستوب. هنا الراجل لعب، لا ارجع بس، الراجل هنا نجح في لعب الكره بعيد بعيد، خلينا نتكلم بعيد، وبالتالي هنا مفيش مخالفه. نشوف اللي تسلل، البعض قال في تسلل لحظه اللمس، هرجع بقى للزاويه الجانبيه اللي هي اللي فاتت ديت، ونشوف هل في لاعب في موقف تسلل ولا مفيش. هنشوف الحاله جايه هنا، بس هنا لحظه اللمس، وهنا موقف اللاعب كابتن اسامه كابتن ايمن، هنا اللاعب متغطي برقم 17، مفيش تسلل لحظه لعب الكره، وبالتالي هنمشي اللعب ونشوف، نمشي اللعب ونشوف، خلاص نمشي. هنا اللاعب استلم، خلاص ومن حقه يستلم، ان هو كان في موقف سليم، وبالتالي مفيش مخالفه في هذه الحاله. اعتقد دي يمكن دي اخر حاله معانا. بنقول كابتن ايمن اخطاء تحكيميه مش مؤثره، اعتقد ان طاقم التحكيم عدى بيها بشكل جيد. ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه النادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي قادر باذن الله النهارده
في الفتره اللي جايه او في المباراه اللي جايه ان شاء الله. النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يلعب مباراه قويه ويصعد بينا ويفرح جماهيره باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتني. شكرا كده.